احنا جينا الليله عشان نغير موازين القريه. من اللي جاب فلاش باك يا رجال؟ غبي ده فلاش باك يا غبي. فلاش باك يا غبي. خلاص بسبب النوعيات هذه احنا الحين وصلنا للخطه عين. تدرون ايش معنى خطه عين؟ لا يا اغبياء، يعني وصلنا للخطه عين معناته ان في خطط كثير فشلت. خطط كثير بان نوقف الاداره على حده. اوكي ارسم الخطه. ارسمنا الخطه. راسمين احنا خطه، راسمين احنا خطه ومجهزين الامور. يا فلاش باك سم عطنا رايك. انا اشوف ان الاداره متسيره ولازم نوقفها عند حدها، ولا يا البرايم؟ كيفش الروم؟ كيفش الروم؟ معك حق في هذه النقطة. احنا ما اجتمعنا في هذا المكان بقيادة ديوانية ابو صلوح الا وعندنا شيء وراح نسويه. نعم ولا يا بليكرو؟ والله شوف الإدارة اعطيناها وجه ما فيه كفاية، حان وقت رد القضاء. الله ولا يا ابراهيم؟ يا اخي يجبوني وهم يحسبوننا راح نسكت عن الموضوع. احنا كان المفروض ان تسعيه قبل تسع ايام هنا يا ديوانيه ابو صلوح. نعم لكن ليه تاخرنا لهالدرجه؟ احنا تاخرنا لان معنا امثال فلاش باك. غبي قليل لحد يجينا. طيب يا الربع نبدا بتنفيذ الخطه. انا لا منى. ايه انت؟ احنا لازم نضغط عليهم يا براين. سم يا براين سم احنا لازم نضغط عليهم. ابشر بسعد. الخطه اللي اتفقنا عليها. كيف شغلهم؟ ابشر بس سعد. وش رايك؟ وش اول شيء نبدا فيه؟ انا اشوف ان اول شيء نبدا فيه كفاح عليك فلاش باك. رح هات كاميرا. روح روح اطلق كاميرا تبث. ما يجون غير بالعين الحمراء او الريو. ما يجون غير افتح لي بث. انا افتح بث. جيب الكاميرا ولا افتح بث. ولا يبليك روح. كفو 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 كفو. دقيقة لا اقسم بالله انك كفو. هذه كاميرا مراقبة يا اخي. يا غبي كاميرا مراقبة ذي اللي عند المسجد. يا اخي انت غبي. انت انت يا اخي كيف جيت؟ يا اخي هذه تصور يا اخي. انت كلمتك؟ ما راح تكلمها يا رجال. مين كلمك؟ لا هذا نكلمك. يا اخي هذه كانت في غرفة مختار. كاميرا تبث. هذه كانت في غرفة مختار يا اخي. ما هي بتصوري؟ حول ولا قوة. هذه تصور بتصور الصور الشخصية ذي. هذه اللي في الاستوديو يا اخي. يا بليقرو انت لها. يا بليقرو انت ورقتنا الرابحة. يا بليقرو انت ورقتنا الرابحة. راح هات لنا كاميرا بث خلنا نضغط على الاداره زين. ابشر جيب اطيق عيوني لكم. اسف كفو. بتاخذ دي؟ إيه؟ اسمع انت كفو. اعطيناك وجه ما فيه كفايه. اباظة انت راسك الصغير. يا اخي هذا راس ولا كوع يا اخي؟ يا اخي نرفزتنا يا اخي. يا اخي انت مع الاداره مع الاداره. يا خليك يوم في صفنا. لا تطالع فيني. باكلك الحين. انا الحين بهدمك يا اخي. بهدمك انا الحين. بهدمك بهدمك بهدمك. كفو. ايه ما يمشون الا كذا. هذه الكاميرا تكردي. هذه الكاميرا. هذه قلنا كلمة. ويش؟ ما اسمع. لازم تنفذ. تراب عليك بسرعة. شو هذا على وجهك؟ ديوانية وصول. وحش! على راسي. هذه الكاميرا موجودة قدامكم. البث ما راح يرجع إلا بإيش يا برايم؟ البث راح يرجع وراح ترجع مو بس الكاميرا هذه. إذا ما تجاوبوا معنا راح يوصل لأعظم شيء. فلاش باك
فلاش باك. سم. وش مطلوبنا منهم؟ وش نبي منهم؟ مطلوبنا سندويشات بيض. ايش ايش ايش؟ سندويشات بيض. لا. اخي جوعان انت قبل لا تجي. توك ما كان دومي، توك ما كان دومي. ليه يا؟ يا كم شروق. كم شروق. وش وش مطلوبه مطالبنا احنا؟ ايش نبي؟ احنا وش نبي بالضبط؟ احنا نبي اللي نبيه من زمان. اللي نبيه من زمان واجتمعنا في هذا المكان وسوينا الخطة عشان احنا نبيه. صح صح. ومن زمان نبغاه. صح. وشو؟ وما اجتمعنا الا احنا لازم نبغاه. وشو؟ وما سوينا لك الا احنا نبغاه. ايه ايه. وشو؟ وشو؟ يا الله الغباء، يا الله الغباء. يا اخي انا عرفته. يا الله الغباء. تذكرت بعد الكيف. ايش؟ جوال. ايه ايه ايه. انا جوال ابي اتصور. نبغى جوال. ايه. حساب ايش؟ بداية. 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 لازم يجي الحساب اللي فيه بداية. صح ولا لا؟ واسمع. نصور صورة وننزلها بحساب بداية. الله عطاكم. دقيقة واحدة. ولا بنكوش على الكاميرات الباقية؟ دقيقتين كنترول بعيد. دقيقتين. دقيقتين العيون ديوانية الأصول. بعدها بنكوش على الكاميرات كلها. أكل. أوكي؟ نمشي وناخذ. كذا. نمشي وناخذ. كذا نمشي وناخذ. لا تدف. هات. أيوة. أيوة. وصل. أخيراً. وصل. كنت أحسبه حاسبه. ما والله جوال. تعال تعال خلينا صورة صورة عندي طلب الحين يتقفل البث. يلا تعال تعال بس الشاشة بس الشاشة جوال كبيرة ذا بعدين ما معكم فلوس جايبين لنا جوال قديم قديم ايش ذا يا اخي انت متصفق لا تبغى غلط يا ايضا 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 دنا دنا يلا ادخل ادخل اي يا عيال يا قوي صوره خايفه اي يا قوي طلع اصبر يا قوي استر علي صايكم صايكم يا عيال جحد الخطه يا عيال اخيرا سكنوا حرام يا الربع شمامه يا شمامه دقيقه عندي كلمه بس اول شيء ابي اسمع منكم يا اساطير الخطط يا تعالوا تعالوا هنا ديوانية ابو صروح ابو صروح كيف فكرتيني كيف فكرتيني هاي والله والله اتعلم منكم يا عيال يا حبيبي اترك الجوال هات احنا الحين جوال وكاميرات يا عيال احنا نبي نحط اسمع ولا نبي نحط فيكم يا عيال جابر 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 ضغط 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 وجهك ضغط وجهك وني شفت انا البث يا اخي ليه ما علمتونا الحقيقه غدت مثل الخيال قلبي 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 شوفوا الجوال وصل الجوال وصل يا عيال تعال قول تصريح اصمل اصمل الحين فيس عليك فيس عليك فيس عليك فيك مش هتكفى يا ما اقدر خلاص يعلموني اذا جبت الكاميرا استر استر اللي سويه عن جده إيه. والله والله لو انا اضرب قاموا من جده وجده من زرع حسد ايوه ديوانيتي مسروح شو بتقول ولا ترمي الجبل وانت هاي يا حيل بقول لهم على الصدام شوفوا حب مفرداتك انا وصلنا للحظه العظيمه هذه بعد جهد وتفكير نعم بعد هاجة تعبنا عليها عشان نحصل التجاوب أخيرا دائما أقول لهم انتبهوا اتقي شر الحليم إذا غضب صح اتقي شر الحليم إذا غضب صح ما اسمعوا كلامي ليه؟ صح. هل يعني يستقصوا منا؟ لا حلنا نقدر نجيب اللي نبيه إيه؟ سمعني إيش؟ اتقي شر الحليم إذا غضب إيش؟ اتقي شر الحليم إذا غضب ايه 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 اي
والله اساطير. ترى حليب ولا ولا غضب ولا شغل حليب ولا غضب. يعني شنو؟ ترى غضب. ايوه كفو يا المدير. ايوه غضب مدير كبير. غضب ايش؟ غضب ترى اه غضب. ايوه حليب. ايوه والله غضب. ايوه سرح الشغل طرشول. نطلب عشاء ابو محمد. تدفني نطلب عشاء. نطلب عشاء. نطلب عشاء والله جوع يا رجال. حتى الاندومي يرتاح. وين الجواب؟ جواب جواب. انا ابي نقت بالله. ايش؟ ابي نقت. واتك شر الحليب اذا غرى. ايوه العب العب. سارة سارة انا ابغى لي همبرجر. ايوه لا همبرجر ايش؟ سارة في سيخ دجاج. على دل اخذتك اليوم فيه نفس الشيء. هابي ميل. محروم من الاكل. هابي ميل تبيها ولا؟ انت محروم. ايش في؟ ابي شاورما. يا ولد وزنك زايد انت. آه. الله يوفقك احنا حتى احنا قاعدين شفتك شفتك انكشفنا ايش قلت لي وزنك زايد ما في وزن زايد الا لا يا عيال احنا اليوم نشتري الاقنعة ليش ما اشتريت قناع مربع يا عيال هو اضحك صدق بعدين لما شرينا طويل دنعه طالع نص وجهه قلت اسمه طيب اسمعوا والله انه شوف اللي سويناه هذا شيء سهل مره محمد دام احنا خمسه فك 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 انت لا تراهم فيه اللي سويناه شيء سهل كبير نلعب بلوت تخطيط كذا بس حبيبي قيمتنا هذه كم قيمتها؟ هذه 58 30 انا ممكن اقايضها بوجبتين برجر الان ما عندي مشكله ليه يا حسود وجبتين لمين؟ انت قسمها عشان اربع طيب اضرب خمسه طيب صح خمسه اسف يا اخي شو نسوي فلاش باك غبي طول اليوم يا غردت غبي دقيقه ها غردت اكيد غردت انا شفته غرد يوم ضغط الليل قاب الحين في السوشيال ميديا يا سلام ضبطكم يا شباب يا اخي والله انكم والله انكم كيف كيف حطيت تاج حطيت تاج حطيت ما حطيت والله ما حط ما حطيت والله ما حطيت ما حطيت صح ما حطيت صح ما حطيت حطيت ما حطيت صح يا اخي تاجاتنا يا اخي ليه ما حطيت الاستديو ليه ما حطيت يا اخي الخط تدرس يا شباب ليه ما حطيت شو تدرس يا شباب والله نسيت انا الطمك 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 يا عيال تكفى خلاص شهر كامل وحنا ندرس الخطه ونشتغل عشان تعزه يا ولد انا جبت لك الجوال يا ولد يا اخي استديو ليه ليه ما حطيتها على الاقل محمد اعترف هل انت متعاون بحطه بنوره هل انت متعارف ها لا يا اخي متعاون مع من ما في الا انت والله رجع النور يا اخي عياده اسنان قول يلا شوف ضرسك بني يبي له والله ضرسك الاخير يبغى له حشو يبي له حشو بس ليش ما حصل الاستديو يا ما حطيت والله نبيعكم كويس طاح اوه حسب الكاميرا اللي طاح ايش كلمتك الاخيره ايش دن على يطيح اتقي شر الحليم اذا غضب قلناها طبقناها يعني انتم الحين تقولون اني خايف انا واني انا ببيعكم واني انا ما حطيت تاقاتكم يعني انتم ما انتم خايفين لا ما خايفين من من ليش؟ يعني اللي فروسكم تسوون نسوي ايه؟ أنا كانت الأسباب حبيبي يا حبيبي أنا اللي لعبت بالطفاية لا يا غبي مو وقته مو وقته وقتك طال مو وقته غير احنا جبنا كاميرتين وقفت على وجوال أنا جبت جوال وأنا اللي مهدد فهد معيان وأبو عبد الله وأبو سلطان تركي الدوسي أنا مهدد شايف ناصر الحربي شبك مهدفهم يعني خليتهم ينطقون على أمر خطأ لا مهددهم استاذ فهد معيار يا سلام ملفك الان بين يدي اما انت ايش يصير ايش يا حركي اصبر 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 اصب